نبتدي مع حضرتك برضو بمباراه الترجي، وخصوصا ان احنا النهارده كنا لسه حتى بنقول ان ان شاء الله للاسف الشديد لا مجدي قفشه هيكون موجود في المباراه دي ولا محمد هاني نتيجه الاصابات بتاعتهم اللي هتاخد لهم من اسبوعين لثلاث اسابيع، فغالبا هما الاثنين هيغيبوا عن هذه المباراه. الى اي درجه شايف ان غيابهم هيكون مؤثر؟ بص، غالبا اصلا هما تحت ضغط قوي جدا، حتى يعني هما يعتبروا في حاله استشفاء، او بلاش نقول العذر ان هما مش هيبقوا موجودين لاي سبب يعني، بس هما اصلا هما مرهقين جدا. وفي كنا بنتكلم انا ونهواند عن ناصر ماهر، بنتكلم عن لعيبه كتير قوي بتنزل زي صلاح محسن كده بيأدي وبيدي مجهود، وكل كل لعيبه زي بعض. بيجي في وقت بيبقى عندك كتير قوي لعبنا بيكهام باك رايت، كتير قوي حسين الشحات ممكن يبقى باك رايت، ويبقى لو حصل تفكير او تدوير بشكل معين اجبرنا عليه، بيبقى في شكل عندك من اللعيبه يقدر يعوض لك اي حاجه. فانا مش قلقان من اي حاجه، غير ان الروح هي اللي بتطفي عليك كل شيء. الروح اللي انت شفتها تاني تايم في مباراه نهضه البركان، الروح اللي هي تحركات اللعيبه لبعض، التحركات ازاي تروح عشان يبقى عندك دايما المعطيات والسبب اللي انت تقدر تفرز فيه امكانياتك. انت عندك امكانيات بس التعب مكلبشك شويه. طبعا عوده علي معلول وحمدي فتحي قوام جديد يجي معاهم، اجايه يجي معاهم، بتتاخد من هنا وبتدي من هنا، انما انت ما عندكش مشاكل في اسماء، ما عندكش مشاكل يعني ما تحسش بالدروب نتيجه هي باي اسم. معلش انت يبقى دايما بتروح للمستوى الافضل. أوكي. المستوى الاول للناس اللي رجليها في الملعب، اللي انا اقصده يعني، فالناس اللي رجليها في الملعب ما برضو الناس دي تعبانه، مش سوليه ده حقيقه عامل مجهود كبير جدا، عضلات يعني، هو انسان في الاخر. ديانج الحمد لله يمكن تكوينه الجسماني بيحب اللعب، ممكن يقدر يكمل المرحله دي، عايز يثبت ويثبت ويثبت ان هو موجود دايما، وهناخد منه اكتر باذن الله. عوده علي معلول انا بتمناها تبقى سليمه الاول، يبقى سليم جدا وينزل ملعب، بيدي حاله استقرار شويه، بيدي روح للفرقه كمان. بقينا بنتمتع باكتر من قائد في الملعب حقيقه، من اول الشناوي لسوليه مرورا معاك علي معلول، بعد كده معاك ناس كتير قوي هتقدر تبسط لك ايه المفهوم اللي يقدر الجهاز الفني بيبقى بيدور عليه. يعني هتلاقي لعيبه بتسمع، لعيبه بتنفذ، تلاقي وجود ليك في ال 18 عشان تجيب جوال. انت المرحله اللي جايه هي مرحله الجوال، مش مرحله ان انا اجيب جول واحافظ عليه، اجيب طبعا. جول واحافظ عليه. وواضح ليا انا بقى بالشكل التكتيكي العام يعني، انك انت كل ما دخلش فيك جول وخطفت جول، هو ده الحاجه اللي هي الثقه وطمانينه السعيره في العالم كله دلوقتي. حتى تشيلسي لما لاعب مانشستر سيتي لعب هذا المفهوم، قفل كويس قوي على فرقه بتعرف تنقل كره وسريعه جدا بعناصر جيده جدا، قفل عليهم وابتدى ياخد الكونتر اتاك وكسب كاس اوروبا. وده كانت يعني حكايه 70-30 يعني 30% بالمفهوم اللي هو الاداره الفنيه للمباراه هي اللي كسبت يعني. فانت عندك حاجات كتيره بتعدي فيها، خاصه لما بتوصل لمراحل متقدمه في البطولات يعني.